عظم الله اجركم، ربنا يصبركم ان شاء الله. الله شايف ايش اللي صار عندكم بالضبط، ايش اللي حصل في المطعم؟ احنا كنا يعني قاعدين يعني في شيء كان اشي، فجاه صار ضرب لدار عثمان جنب بيتنا في البريج. طبعا الخزانات وكله كانوا على الاطفال والنساء، وكان دمار. كان ابن اختي تحت في بيتهم بس مع ابو والده تحت، فمع الضرب كل شظايا البيت المجاور طبعا على الناس وعلى الاولاد، فهو كان معلق بين الحطام والركام، والحمد لله رب العالمين. قديش عمره؟ قديش عمره؟ عمره تقريبا سنتين لثلاث سنوات، انا بكون خاله. يعني كنتم عائلة آمنة في البيت، مدنيين، فجأة يعني بدون سابق انذار؟ بدون سابق انذار، ولا في لا تحذير ولا أي شيء، كنا قاعدين بأمان الله نتحدث عن هدنة بقولوا ست ساعات وكذا وكذا، فجأة ما بنشوف إلا صاروخ نزل على البيت المجاور إنا، وما شفنا بعض، إحنا ما شفنا بعض. في إصابات؟ في إصابات، هاي أول شيء أنا مش عارف، يعني أنا حملته وضليت جاي باتجاه المستشفى وما بعرف ايش صار بالضبط، بس المكان فيه يعني مهدم وروح. فين المكان بالضبط؟ يعني بيوت مدنيين بالضبط، وين ايش اللي صار؟ هم قصفوا بيت آمن، ما في اشي، ما في حاجة، واحنا قاعدين ما بنعرف الا الصاروخ اجى على هذا البيت، وكان الدمار. ولما انت شايف كم واحد انتم كنتم في البيت؟ البيت كله تقريبا فيه يمكن فوق 50 نفر، والمشكلة من كل يعني إحنا عند نسيبنا، ونسيبنا عنده، ونسيبه عنده، وبناته في نازحين كتير. وهي لسه والحمد لله. ربنا يصبركم إن شاء الله وعوضكم عوض خير. يعني هذا شهيد طفل لا يتجاوز عمره فقط العامين حسب ما يتحدث خاله، وهو أول شهيد يصل إلى المستشفى في هذه الغارة الإسرائيلية شرق مخيم البريج، وهناك عدد آخر من الإصابات والشهداء. يعني نعود لك دكتور خليل، يعني كما تشاهد طفل لا يتجاوز العامين، هذه يعني بنك أهداف الاحتلال الإسرائيلي، وهذه الأهداف الذي يتم يعني قصفها من قبل الاحتلال الإسرائيلي. أخي الكريم، منذ بداية العدوان وحتى اللحظة هناك أكثر من 50% من الإصابات والشهداء من الأطفال، يعني معظم وأكثر من 70% جل الإصابات والشهداء من الأطفال والنساء والشيوخ. هذا دائما هو هذا بنك الأهداف الاستراتيجي لجيش الاحتلال، قصف الأطفال وقصف المدنيين، قصف أماكن اللواء، قصف الطواقم الطبية. يعني زميلنا الطبيب اليوم الدكتور وكيل وزارة كان موجود في مكان عمله، وتم استهداف بيته بالكامل، ولديه كان عدد من النازحين. ناهيك عن يوم أمس أيضا تم استهداف من طواقمنا الطبية الدكتور أيمن صالحة، وهو جراح في قسم الجراحة بمستشفى شهداء الأقصى. يعني هناك استهداف كبير لطواقمنا الطبية، للأطفال، للنساء، للشيوخ. عدد طواقمنا الطبية تم استشهاد حوالي أكثر من 205 من الشهداء لطواقمنا الطبية، وأكثر من 500 إصابة. هناك أيضا مستشفيات قطاع غزة جميعها في المناطق الشمالية وفي محافظة غزة خرجت عن الخدمة الصحية بسبب محاصرتها من جيش الاحتلال. الآن الوضع مأساوي جدا، وخاصة في المناطق الشمالية. الآن مستشفى شهداء الأقصى هو الوحيد الذي يعمل في المحافظة الوسطى، ويعني يستقبل بعض الحالات من المحافظات الشمالية وغزة. والآن في محافظة غزة وسائل الاتصالات انقطعت، يعني لا يستطيع المواطنين الاتصال بسيارات الإسعاف لنقل الإصابات من أماكن الاستهداف. يعني الآن من يستهدف في غزة وفي محافظة غزة وفي المناطق الشمالية، يعني ما يتم استهدافه معنى ذلك أنه حكم عليه بالإعدام، يعني ينزف حتى الموت لعدم وجود الآن مستشفيات وعدم قدرة سيارات الإسعاف للوصول أماكن استهداف المواطنين. هذا القسم دكتور، قسم الاستقبال، هو قسم متواضع وصغير، كيف تتعاملون مع كميات الإصابات الكبيرة التي تأتي من الغارات الإسرائيلية؟ يعني نتحدث عن أعداد كبيرة وليس بالبسيطة، نتحدث عن 50 إلى 70 إصابة تأتي في بعض الأحيان دفعة واحدة إذا هذا المستشفى. صحيح أخي الكريم، اليوم وصلنا إلى مستشفى شهداء الأقصى أكثر من 100 إصابة وأكثر من 55 شهيد، جلهم من الأطفال والنساء والشيوخ. كما ترى أخي الكريم،
قسم الاستقبال أن يفتقر إلى الأسرة بسبب استخدام جميع الأسرة في أقسام المستشفى كما لاحظت قبل قليل، والآن ستدخل إلى داخل المستشفى وسترى بأم عينك كم عدد الأسرة الموجودة وكم عدد المصابين، والآن في داخل المستشفى تم استخدام أسرة غير طبية مصنوعة من القماش أو مصنوعة من ألواح الخشب الغير طبية ليتم وضع المصابين، وبسبب الأعداد الكبيرة في داخل المستشفى أعداد المصابين بالإصابات الخطيرة من الأطفال والنساء والشيوخ حوالي خمسة أضعاف الأسرة الموجودة في داخل المستشفى. الآن الممرات الداخلية والخارجية والساحات الداخلية والخارجية ممتلئة بالكامل بالإصابات، يعني لا تستطيع أن تضع قدما بين الممرات ولا حتى هذا يعيق عمل الطواقم الطبية. وهناك أيضا قصة المازوت والبترول. أكيد أخي الكريم، حتى لا يوجد في داخل المستشفى أدوية ومستلزمات طبية، ونهيك عن عدم وجود وقود لتشغيل المولد اللازم. الآن يعني ما يصل إلى المستشفى شهداء الأقصى فقط ليوم واحد يوميا امداد المستشفى من الوقود في اليوم الواحد. شكرا لك يا دكتور خليل الدقران، حدثنا عن يعني آخر التطورات هنا في المستشفى وحالة المستشفى. حج الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك الله خليل. إيش حج اللي صار معكم في أي قصف؟ البريج؟ والله يعني من البريج كنا قاعدين كل هيتنا ثلاث أربع عائلات مع بعض في دار، ما شفنا إلا الدار اللي جنبنا قصفت لزق فينا، طيرنا طير ما احنا عارفين ايش اللي صار، وانا عارف على اولادي ولا على بناتي ولا على حد عارف، هاي بس هذا ابن لقيت اللي شفته مش عارف حاجه. يعني كنتوا قاعدين امنين؟ كنا قاعدين امنين ولا حاجه، بدون سابق انذار ولا سابق انذار ولا حاجه، ما سبقوش. قديش انتوا في البيت عددكم اطفال نساء؟ يعني 40 واحد فوق 45 فجاه كان في قصف واصابات جنبنا الحيط بالحيط القصف. حدثني عن لحظات القصف حاج، انت كمواطن فلسطيني ايش رسالتك اليوم؟ والله رسالتي انا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل على الدول العربية. يعني هذه رسالة من مواطن جاء قبل قليل فقط من القصف الإسرائيلي على مخيم البريج، وكما تحدثنا وقلنا بأن مخيم البريج تعرض لغارة إسرائيلية فقط للتو على مربع سكني، وتم قصف بنايات سكنية، أمر أدى إلى تدمير البنايات والمنازل المجاورة لهذه البناية السكنية. أدى هذا الأمر حتى هذه اللحظات إلى عدد من الجرحى والشهداء، وصلوا إلى المستشفى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. نحن كنا نعد تقريرا ونعد مقابلات صراحة عن الأجواء هنا في قسم الاستقبال الداخلي للمستشفى مع الجرحى الذين هم ما زالوا حتى هذه اللحظات موجودون هنا، ولكن التطور العاجل والقصف والغارة الإسرائيلية التي حدثت قبل قليل على مخيم البريج دعتنا للذهاب إلى هذا القسم. نعم.